شيرنن بمن وما سواب وهرين ان كنت مصوي كاسولي كلام سنت كلسي انت فنوتي امين اريم زون خنفي اوي نم مشير نم بمنوم السواب انوت انوت في زمار اوت انجاب نوت فيوت بي بانتو كراتور آمين في زمار اوت منو جنيس انشير يسوس بخريستوس بن شويس آمين في زمار تنجب ابن وما يسواب امبارك ليطون نستيرو اسمو ابشويس مارو اسمو ايروف انجيني لأو ستيرو جابف ناي تقرو ايريهيغو هو تيم اسمين تابشويس شبشو انا امين هللويا سابت ريكي إريني باسي إلغب
رن شبا متن تن بره بره بسناني بني تف نو تي ويو تن بن شوي سو بن نو تي وبن سوتي رسوس بره سو جافر اسك بازين ايغو نروي سين ايرون اف اري ايرون اف شوب تن انو فافتي اصو ايرون اف تي تو تن افن تن شاري انطاي اونو ساي انسو فانجون توكران تورب شوي سبن نو Ego se vexa aste Kyrie eleison بانتوكراتور افيوتم بن شويسوه بن نوتي وبن سوتيريسوس بخريستوس نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا أعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا واتيت بنا الى هذه الساعة اطلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطالبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيامة بين الطوبة والبطريرك البابا لمبطة ودروس الثاني وشريكي في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبساء فيلوس وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام وليالي حياتنا بكل سلامة مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا عن سائر شعبك عن هذه المائدة المقدسة وعن هذه الكنيسة والموضعك المقدس هذاني زي إصنانيف نتر نفر صهني مؤنان جنسوك بالطاق تقم برشيشنان يهومي جن اتشيلي نام اجنتي قم ترسن تبي جوجي القداس الإلهي أباء القمامسة أباء القصوص الشمامسة الإكريلوس الشعب ضعفي يكونوا محلون فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس فم الكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية فم 12 رسولا ناظر لها إنجيل ماركوس الرسول
بطريركة القديس ساويرس معلمنا دسقورس وقديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا فم الذهب القديس أودوسيوس القديس أفيروس القديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أورغوريوس فم 318 58 قسطنطينيوس وتاني أفسوس فم أبينا أنبا تدروس الثاني فم حقارات إنه مبارك اسمك القدوس Oh,
ان تكون بين النبي بشان بمارشي أنجلوس نمني طمئن بورا نيون شوي أري مطنان بكوي مورنتين النوبي هيتن برد ريانت ببرود روموس ام فابتيستيس يؤنس بيرفتي ام سبت شوي صاري مطمئن بكم فولنتين النوبي هيتني ارشي انت مع شوي تاني ابشي انت بثوري مسنف انجلستيس ماركوس بيابوس تولوسي شويس اري مطنان بكو افولنتن النوبي تاني ابشي انت اسمي نيرومي انت ليوس يوسف نمني قديموس نمتي اجي يا مريت مجد ليني شوي صاري مصنان بكو افول انتن النوبي هيتني شي انت بارشي ذي كونتس مارون تستيفت مزبي شرب مال تيرون سيب شوي صاري مطنان بكم افول انتن النوبي هيتني امشي انتن اصلو فروس مار تيروس بشوي سيب اورج اورج يوسي اودوروس بسطراتي لاتيس في لوباتي الكوريوس هذا مينا انتني ضايتي شوي صاري مطنان بكوي بولتين النوبي هيتني ابشي انتني شالت انت بيخ رستوستي اكي يا امي بربارا نميوليان نم دمياني نم مقريني اتشو بأبوستوليكوس نما بكيرلوس بستنلوس انت بيناتي نمديوس كوروس اتخبس انت أرسوس اكسيا أبكيرلوس بيماسو شوي صاري مطنان بكو ايبون انتن النوبي ايتنين شينتي ماتشوي سيليوتي ماينو شيري افان طونيوس نمافا بابلي
نمبي خوميوس نمبي شمتس ومكاريوس أما شنوت بأرش منت ريتي سيمت شوي صريح مطنان بكم إفولنتين النوبي هيتني إشي أنت بغوري صواب أبا موسي أبا إسي زوروس ببرزبي تيروس مكسي موس نمدو متيوس أبا أرسانيوس أبا يوانس بكولوبوس أبا صموئيل بأمولو جيتي سيب شوي صاري مطنان بكوي فولنتين النوبي هيتني امشي انت بارشي ذي يكون اتس مروت حبيب جرجس بيرفتي اسبو شويس اري مطنان بكو فولنتين النوبي هيتني امشي انتني اسوا بنت بار ريبون خم بليوتين طاق يوتين عرشي رمس بابا فقط ودرون سيبت شوي صاري مطنان بكو فولنتين النوبي هيتين نوهل شيار ريبون خم بليوتين طايوتين زيكي أبثه في روز بيبث كوبوس الشوي أريمت نان بيكو الفولنتين النوبيتين وشتموكو بخريستوس نمبك يوتين قاقيون ابنه وما بشوي سينيور تطايوت العرشي رسيبهم أبا البولس فصل من رسائل معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الأولى بركاته على جميع آمين. أريد أن أجمعكم تتكلمون بألسنة ولكن بالأولى أن تتنبأوا، فإن من يتنبأ أفضل ممن يتكلم بألسنة إلا إذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا. والآن يا إخوتي إن جذبت إليكم متكلما بألسنة فماذا ينفعكم إن لم أكلمكم إما بإعلان أو بعلم أو بنبوة أو بتعليم. الأشياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا مثل المزمار والقيصار فإن لم تعطي مع ذلك فرقا للنغمات، فكيف
يعرف ما يرمز أو ما يعزف به، فإنه إن أعطي البوكو أيضا صوتا غير واضح فمن يستعد للقتال؟ هكذا أنتم إن لم تعطوا باللسان كلاما واضحا فكيف يعرف ما تكلم به؟ فأنتم تكونون تتكلمون في الهواء، ربما تكون أنواع لغات كثيرة في العالم وليس شيء منها بلا معنى. فإن كنت لا أعرف قوة اللغة صرت أعجميا عند الذي يتكلم، وصار المتكلم أعجميا عندي. نعمة الله الآب تحل علينا وعليكم جميعا يا أبائي وأخوتي، آمين. الكاسيليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة، بركاته على جميعنا آمين. من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها، حيث يهزي علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يعمل الخير هو من الله، ومن يعمل الشر لم يره الله. أما ديمتريوس فمشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد له، وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق. وكان لي كثير لأكتبه لك، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بمداد وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فمن لفم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء. سلم على الأحباء بأسمائهم، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فيعز بتلا الأبد. الإبرة
أراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس. بركة صلواتهم فلتكن معكم يا آبائي وأخوتي، أمين. فبعد ما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعرفون أنه منذ أيام قديمة انتخب الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل فيؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم إذ أعطاهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء، استهر بالإيمان قلوبهم. والآن لماذا تجربون الله لتضعوا نير على رقاب التلاميذ؟ لم يستطع أبونا ولا نحن أن نحمله، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فسكت حينئذ الجمهور الذين كانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم. بسطهم لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة إلى الأبد، أمين. أفريكت في أفئيئت بسيطو ونفس الشوبي خانف تشاء آلا Oh,
Christos be mono geni isen no otije be Christos be mono geni isen no otia Neonos
Χριστός ποιεί Χριστός φιέτα τον φεβολχενή εσμόν αμσινάκ نمني سيرا في امني انجيلوس نمني ارشي انجيلوس نيستراتي نمني صوصي اهني Ρόνος νεμετσό ως ενεγώ Εύωσε βόλευγο ο εμβότζε Que
إيريني با سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار مكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار وملوك كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأن تبصر ولأذانكم لأن تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بين أجيلك المقدسة بيت البط قديسك صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب ارحم اذكر أيضا يا سيدنا جميع الذين أوصونا مرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك أيها الرب لهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجعنا كلنا شفانا كلنا خلاصنا كلنا وقيامتنا كلنا المستودع بدلي بنت إكليسية انت باب لاوس ومارو اسمو إروفيت لت درايم تاني برزفي تيروس جعف كوينو متيو تيم فريتي نانيسو إفينا فين جينيت سوطنو إفي أونو ثقباف قوي بشايني قطع التقسيس ملشي سادك شوي صوينا من مقبني وتسوى بالمطرياشي وابا بطا ودر في ما اسنا من مليون انسيسا او ونعم بفيوت اللي فصل شريف بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته
على جميع ترتيل معلمنا بنا داود النبي والملك الطاهر بركات علينا امين لينور وجهك علي وخلصني يا رب برحمتك لا تهزني لاني دعوتك باسم الرب ربنا إلهنا ربنا يسوع المسيح من الله الحي الذي له المجد من أبدي آمين بهذا أوصيكم أن تحبوا بعضكم بعضا إن كان العالم يبغضكم فاعلموا إنه قد أبغضني من قبل لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته لكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم من أجل هذا يبغضكم العالم اذكروا الكلام الذي قلته لكم ليس عبد أعظم من سيده إن كانوا قد طردوني فستردونكم أنتم أيضا وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم لكنهم سيفعلون بكم هذا كلهم من أجل اسمي لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية أما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم من يبغضني يبغض أبي أيضا لو لم أكن قد عملت بينهم الأعمال التي لم يعملها آخر لما كانت لهم خطية أما الآن فقد رأوني وأبغضوني أنا وأبي أيضا لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم أنهم أبغضوني مجانا اللي بنعيشها لمدة 50 يوم إن شاء الله يوم الحد القادم هيكون عيد حلول الروح القدس عيد العنصرة القداس الصبحية طبعا في كل الكنائس كالمعتاد وفي صلاة جميلة ياريت كلنا نحرص إن احنا نحضرها في آخر يوم الحد بالليل وهي صلاة السجدة صلاة السجدة دي صلاة جميلة جدا عبارة عن 3 سجدات 2 بيكونوا خارج الهيكل في المكان اللي كنا بنصلي فيه البصخة وواحدة يعني في الهيكل فصلاة جميلة جدا فيها صلوات حلوة فيها شكر ربنا يسوع المسيح نشكر إلهنا الصالح وباسمكم نعيد على قداسة البابا طاوطروس الثاني نقول له كل سنة وأنت طيب يا سيدنا بعيد الحلول الروح القدس إن شاء الله يوم الحد نشكر قناة ميسات معانا النهاردة بتغطي هذا القداس ونشكر كل الأباء اللي جم مع أبونا أكسيوس النهاردة يصلوا معاه أبونا غبريال أبونا ماكسيموس أبونا توماس أبونا شنودة أبونا إبراهام ونشكرهم كلهم على محبتهم هنا في كنيسة حبيب كيرجس هنا في منفلوط قد ايه ببقى فرحان لما باجي هذا المكان لان هذا المكان له ذكريات حلوة معايا في الخدمة يعني عايز اقول لكم يعني ابتدينا فيه من حوالي اكتر من 3 سنين وربنا سهل لنا ان احنا
المكان يبقى كنيسة جميلة. ونشكر ربنا كمان تمم الله عمله معنا برسامة أب كاهن أبونا أكسيوس هنا على حبيب كيرجس. فقد إيه كنت فرحان إن ربنا بيعمل في هذا المكان، في هذا يعني في هذه الكنيسة اللي على اسم شافعها حبيب كيرجس. حبيب كيرجس من القديسين المعاصرين، اتولد سنة 1876 وتنايح 1951، يعني عاش في حدود 75 سنة. اتنيح يوم 21 أغسطس، كان عمره في ذلك الوقت ما يقرب من 75 سنة. حبيب كيرجس في ثلاث كلمات بسيطة طبعا، ويعني اللي يسمع عظات المتنيح البابا شنودة يسمع كتير قوي، كان يجيب يعني سيرة حبيب كيرجس في طبعا ان هو عصره. ففي ثلاث كلمات بسيطة عن حبيب كيرجس: هو معلم، هو مؤسس، هو قديس. معلم ومؤسس وقديس. معلم أنشأ جمعيات كثيرة، وأنشأ بعض الجمعيات منها للوعظ، أنشأ مجلة كان اسمها في ذلك الوقت مجلة الكرمة، ومؤسس طبعا المدارس الأحد والكلية الإكليريكية. وكان قديسا، كان محب لله، وكان محب للخدمة، وكان محب لأولاد الله. ففي كلمات بسيطة احنا شفعنا كان معلم وكان مؤسس وكان قديسا. عشان كده في هذا المكان نشكر ربنا واخد يعني نهج شفيعه في التعليم. وطبعا يعني حلو خالص ابونا بيعمل شوية انشطة هنا في كنيسة حبيب كيرجس، فبنشكره على تعبه في هذا المكان. انا عايز اتأمل معاكم في آية جت في انجيل النهاردة، انجيل النهاردة انجيل معلمنا مار يوحنا البشير اصحاح 15 آية 24. آية جميلة جدا قالها ربنا يسوع المسيح، اللي هي آية رقم 24. يقول لهم ايه؟ لو لم اكن قد عملت بينكم اعمالا لم يعملها احد غيري. يقول كده: لانهم لا يعرفون الذي ارسلني، لو لم اكن قد جئت وكلمتهم لم تهكم لهم خطية، اما الان فليس لهم عذر في خطيتهم، من يبغضني يبغض ابي ايضا. لو لم اكن قد عملت بينهم الأعمال التي لم يعملها آخر. أنا عجباني الآية دي جدا. يعني إيه؟ يعني ربنا بيعمل حاجات محدش بيعملها زيه. ربنا بيعمل حاجات محدش بيعملها زيه. في أعمال بتاعة ربنا لوحده، محدش يقدر يعمل الأعمال دي غير ربنا بس. في العهد القديم في ضربات بتاعت الخروج، في ضربة حصلت في المصريين في فرعون كانت قوية جدا، وهي كانت بتاعت البعوض. فالعرافين اللي جابهم فرعون عشان يعملوا زي اللي ما بيعمل موسى، تعالى اعملوا اول كم ضربة عملوا زيها، جم عند الضربة دي ما عرفوش يعملوا. يقول ايه؟ وفعل كذلك العرفون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا، وكان البعوض على الناس وعلى البهائم. هنا العرفين قالوا ايه؟ هذا اصبع الله. دي ايد ربنا، دي ايد ربنا. في حاجات نقدر نعملها، لكن لغايه ما وصلنا لدي ما قدرناش. دي ايد ربنا، دي ايد ربنا. عشان كده ربنا ساعات بيعمل حاجات عجيبه، حاجات عجيبة. هو إلهنا إله القدير. يعني مثلا في 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 العهد الجديد نقل جبل المقدس، مين يقدر ينقل جبل؟ مين يقدر ينقل جبل؟ في حد يقدر ينقل جبل؟ ده لو في شوية مثلا حتة تل كده صغيرة عندنا مثلا في الدير مثلا الشطب هناك، وعايزين مثلا ننقلها، نجيب اللودر يفضل مثلا يقعد فيها مثلا بتاع شهر عشان ينقل التلة دي من مكان لمكان، عشان ينقلها بس ايه يعني عشان يسولنا الارض، يقعد ممكن يقعد مثلا كام يوم عشان ينقل بس ايه شوية حتة تل صغيرة كده. طب والجبل؟
عايزين نقعد بقى سنين عشان ننقل جبل. عشان كده إلهنا إله قدير، إلهنا إله قادر على كل شيء. تعالوا نشوف بعض الأعمال العجيبة اللي حصلت في العهد القديم وبعض الأعمال العجيبة التي حصلت في العهد الجديد. في العهد القديم أعمال كثيرة جدا، منها طبعا الثلاث فتية وأطون النار، مين يدخل أولاده في النار ويطلعوا سلام. ده الواحد يعني لو وقفت انت عند البوتاجاز، وكمان الجو حر يعني اليومين دول، لو وقفت عند البوتاجاز بس يعني ونسيتي بس يعني حتة القماشة اللي بتشيلي بيها الحلة بس كده لمست الـ 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 النار تولع على طول. ولو مثلا واحد مثلا يعني كده من جوزك جه قال لي انا كان هروح اعمل القهوه ولا بتاع، وقرب ايده بس على النار يلاقي شعر كام شعرايه دول يتحرقوا بس لو قرب ايده ناحيه النار. لكن تخيلوا اولاد الله الثلاث فتية دخلوا في طون النار، لا شعرهم حصل لهم حاجه ولا ثيابهم حصل لهم حاجه. ايه ده؟ مين هذا الاله القوي؟ هذا الإله قوي. وكمان يشهدوا أن الرابع شبيه بابن الآلهة، الرابع كان شبيه بابن الآلهة. فإلهنا هو ضابط الكل، يعني الكون ده مثلا، الكون في نظامه العجيب، الشمس والقمر والليل والنهار، مين إنه إله يقدر ينظم هذا الكون غير إلهنا القادر على كل شيء. أحكي لكم قصة جت في العهد القديم، في شوية كلمات حلوة فيها. لما الشعب راح ياخدوا أريحة، لما راحوا ياخدوا أريحة يشوع بعت اتنين جواسيس، روحوا انتوا الاتنين رجالة روحوا شوفوا الأرض دي، وروحوا ايه شوفوا هناخد الأرض دي ازاي. فعلا بعت الاتنين الجواسيس، دخلوا بيت واحدة زانية اسمها رحاب. فالعساكر بتوع الملك عرفوا ان في اتنين جواسين دخلوا البيت دوا، راحوا ايه يقبضوا عليهم. راح افصلها طيب راح الملك يقبض على الاتنين الجواسيس، معرفش ليه بقى. رحاب عملت فيهم ايه؟ خبتهم. رحاب خبتهم. طب خبتيهم ليه يا رحاب؟ هقول لكم ليه انا خبتهم. وقالت للعساكر اجروا، دول جم بس مشوا من الناحيه دي، اجروا عشان تلحقوهم، عشان ايه تبعدهم كمان عن البيت خالص. وراحت رحاب خبتهم. وبعد كده ما قعدوا كده واطمنوا خلاص ان العساكر مش جايين تاني، راحوا ايه قالوا لرحاب، انت يعني خبتينا ليه ويعني ما سلمتناش ليه للعساكر؟ قالت لا. شوفوا بقى شوية الآيات اللي تقولها رحاب الزانية: علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا. رعبكم، اتنين عساكر اتنين أو اتنين جواسيس يعملوا رعب. أصل وراهم إله قوي، وراهم إله قوي، إله بيعمل أعمالا عجيبة. وده بقى اللي قالته رحاب. قالت ايه؟ انا سمعت، احنا سمعنا عن الهكم والارض اللي عملها لكم في البحر، احنا سمعنا عن الهكم اللي وقف قصاد فرعون، وقف قصاد سيحون وعوج، اتنين ملوك تانيين. لا احنا سمعنا فذابت قلوبنا، سمعنا فذابت قلوبنا، ولم تبقى بعد روح في انسان بسببكم. اتنين جواسيس يخوفوا البلد كلها. اصل الههم اله قوي، الههم بيعمل اعمال عجيبة. شوفوا بقى رحاب تقول ايه عن ربنا: لان الرب الهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الارض من تحت. ايه هذا الايمان اللي قالته هذه المرأة؟ ايمان قوي. إيمان ليه؟ لأنها شافت إله بيعمل أعمالا لم يعملها إله آخر، اللي هي نقدر نقول عليها هي أعمال عجيبة، أعمال الله العجيبة خلت هذه المرأة أمنت بالله. أعمال الله العجيبة خلت هذه المرأة أمنت بالله. شوفوا داود وجولياط، حرب بين اتنين، واحد طفل صغير، واحد يعني ايه
قد مثلا 3 ادوار كده، حاجه يعني كده طول بعرض وحاجه يعني ايه. ومش بس كده، ده كمان معاه سيف ومعاه حامل سلاح قصاده ومعاه يعني رمح كبير يعني ينغص كده داود يموته. طب وانت يا داود معاك ايه؟ انا معيش حاجه، انا داخل لوحدي كده، انا داخل بحته عصايه وخمس زلطات ونبله، بس انا معايا ايه؟ اله، اله قوي. عشان قال بقى ايه لجليات؟ انت تاتي الي بسيف وترس ورمح، وانا اتي اليك باسم رب الجنود. اسم رب الجنود اقوى من الحاجات دي. اه طب جبت هذا الايمان منين؟ لا ده ان قام علي جيش ففي ذلك انا مطمئن، انا معايا اله قوي، انا اله معايا بيعمل اعمالا عجيبه، انا معايا اله بيعمل اعمالا عجيبه. يعني اول زلطايه تيجي في الحته دي ويدوخ ويموت ويقع ويروح ماسك السيف ده، يعني ده لو يعني في النشان ممكن يعني يقعد مثلا بعد رقم الزلطايه 10 عشان يجيبها بالظبط، وممكن ما تجيش كمان بالظبط. لكن من اول زلطايه لا، اصل هي مش الزلطايه كده، داود رميها بنفسه بنشانه 6 على 6 وبعينيه 6 على 6. لا ده هو رماها، لكن اله قوي هو اللي ايه ثبتها في جبهه جليات ووقع جليات دوخه. بقى جليات يجيله دوار يعني يجيله كده يدوخ من حته زلطايه، ايه الزلطايه دي؟ هو اله قوي، اله بيعمل اعمالا عجيبه. عشان كده لما ربنا دعا جدعون وقال له اطلع يا جدعون للحرب، واطلع هات لي ايه رجاله يلا عشان ايه عندك حرب. فجدعون عايز يجيب اكبر عدد من الرجال، يلا تعالوا معايا يلا تعالوا معايا، وعمال يشاول اكبر عدد من الرجال. جمع كام؟ جمع 32,000. فربنا قال له لا لا لا، ما ينفعش كده يا جدعون، انت لو غلبت هتعتبر انك انت غلبت بدراعك وبايه بقوه الرجاله اللي معاك. قول لهم كلمه، قول لهم اللي خايف روح، اللي خايف روح. طب دي يعني دي يعني حتى مع الرجاله لما تقول لواحد انت خايف يقول لك لا مش خايف، يعني لازم الراجل يثبت ان هو مش خايف. لكن يروح كام؟ 22,000. 22,000 واحد خايف، اه روحه. فضل معاه كام؟ فضل معاه 10,000. ربنا قال له كتير برضك. كتير ايه بقى؟ كفايه كده، ما خليهم، خلينا نخش الحرب دي، خلينا نخلص الحرب دي. لا لا لا، روح عند النهر وانا نقهم لك. ربنا عينقي ايه ده؟ طب انا نقيت يا رب 32,000، تنقيتك تفرق عن تنقيتي؟ اه انت تنقيتك انت بتنقي بطريقه يا جدعون، وانا هنقي بطريقه تانية. انا هنقي بايه؟ بالحرص، واللي هو يعني مش مستهتر، اللي يحط راسه في الميه ده مستهتر، واللي ياخد الميه لبقه ده مش مستهتر وعنده حرص وداخل كده بقلب ايه؟ قلب يعني بيجاهد بقلب قوي وخايف على الحرب، فايه عنده حرص. فانا هاخد الحريص اللي فيهم بس، اللي ياخد الميه لبقه ده انا هاخده معايا. وفعلا طلعوا كم واحد؟ 300 واحد. بقى يا رب 32,000 واحد، يصفوا على 10، يصفوا على 300 في الاخر. وعايزنا نخش حرب؟ اه، عشان لما تغلب تعرف انك انت غلبت ايه؟ باسمي انا، ب 300 واحد غلب في الحرب. عشان كده الهنا اله عجيب، الهنا اله قوي، الهنا اله قوي يفعل اعمالا عجيبه. يقول كده: لو لم اكن قد عملت بينهم الاعمال التي لم يعملها اخر. يعني ايه؟ محدش بيقدر يعمل الاعمال بتاعتي انا، محدش يقدر يعمل الاعمال بتاعتي انا. في العهد الجديد بقى في واحد شهد لربنا يسوع المسيح بهذه الكلمة، وهو المولود أعمى. لما فتح قال كلمة قوية جدا، قال إيه؟ منذ الظهر، منذ الظهر لم يسمع إن أحدا فتح عيني إيه؟ أعمى. منذ الظهر، هي دي بقى الآية دي، هي الآية دي، إن إيه؟ ربنا بيعمل حاجات ما بيعملهاش حد إيه زيه أبدا. منذ الظهر لم يسمع أن إلها فتح عيني مولود أعمى. أنا أول واحد، أنا أول واحد. عشان كده هتلاقي بقى في العهد الجديد قصص كتير عجيبة،
إشباع الجموع. مين يقدر بخمس خبزات وسمكتين يشبع الجموع؟ المرأة المنحنية 18 سنة عليها روح ضعف وظهرها مكسور كده، وإيه وربنا يقيم ظهرها ويخليها إيه ظهرها مفروض. نزفة الدم 12 سنة، مريض بيت حاسدة 38 سنة. إيه ده؟ إيه كل الأرقام دي اللي ناس خلاص يعني خلاص اتعودت على كده وخلاص وهتعيش وتموت؟ لا، ده يجي لهم إله قوي يعمل أعمالا عجيبة. عشان كده كان بداية الآيات عجيبة، عرس قنا الجليل عمل عجيب، مية تتحول لخمر، ده تكوين وده تكوين. طبعا لو معانا حد في المدرسة عارف تكوين المية H2O، تكوين الخمر لا ده حاجة تانية، فيها عنصر جديد وهو ايه الكربونات، ده حاجة ده كربون دخل. طب جه منين؟ لا ده إله قوي، إله قوي، إله قوي خالق. عشان كده إلهنا صنع أعمالا عجيبة. وإحنا نيجي بقى في أشية المسافرين، كل يوم كل يوم نقوله إيه؟ اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. ربنا بيشترك. اللي افتكر هنا الكنيسة هنا في الأول يقول عن هذه الآية إن ربنا اشترك معانا في العمل في كل عمل صالح. كل حاجة بتعملها في مصلحتك، في بيتك، في أسرتك، في عملك، في دكانك، في وظيفتك، في تجارتك، في أي مشروع تعمله تدخل ربنا فيه، تدخل ما إيه العمل الصالح؟ العمل الصالح إنك أنت تبقى أمين في أي شغل بتعمله. لما يخش ربنا في أي شغلانة من شغلتك، حتى وانت في البيت وانت بتربي أولادك، مع وانت مع زوجك، وانت مع أسرتك، مع أحفادك، كل ده وفي تربيتهم، لما تحفظيهم حاجة ده عمل صالح، لما تقعد مع زوجتك وتصلي ده عمل صالح، لما تجيب زوجتك وتيجي الكنيسة ده عمل صالح. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. وربنا بقى ادى وعد في العهد القديم وخلاه يستمر في العهد الجديد. ادى وعد العهد القديم لما مثلا واحد زي يعقوب وواحد زي يشوع، لما قال له ايه؟ ها انا معك واحفظك حيثما تذهب. جه آخر كلمة قالها لتلاميذه قبل الصعود، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، وأختمها كمان قال إيه؟ أمين. عشان كده ده وعد، وعد إنك أنت معاك إله بيعمل أعمالا لم يعملها أحد آخر. إله قوي، إله قوي. يجي أنا بقى أبقى ضعيف الإيمان، لما بطرس مش على المية إله قوي شك وقع غرق مات، تعال هتموت تستنى هات لحسن ايه احسن تموت، اطلع يا بطرس اطلع، لماذا شككت؟ لماذا شككت يا قليل الايمان؟ شك في ايه يا رب؟ شك فيا ان انا ايه اله قادر واعمل اعمالا عجيبه، شك فيا. عشان كده امنا العذراء لما دخلت للخدام في عرس قنا الجليل قالت لهم ايه؟ مهما قال لكم افعلوا. ليه؟ لان انا عارفه ابني بيعمل اعمالا عجيبه، يعمل أعمالا إيه لم يعملها أحد آخر. ربنا معاك ويبارك في حياتكم، كل سنة وانتم طيبين. ويعني نشكر ربنا على هذه الكنيسة الجميلة حبيب كيرجس، ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد أمين. يقول الكتاب المقدس كده، عظم الرب صنيع معنا فصرنا فرحين. وزي ما تعلمنا من كلمات الروح القدس على فم سيدنا دلوقتي عن أعمال الله العجيبة، والكنيسة هنا شاهدة على أعمال الله العجيبة. أعمال الله بتتم كل يوم، يوم بعد يوم، من بعد ما كانت حاجة لسه مبتدئة لشعب موجود، الشعب مالي الكنيسة، شعب مصلي محب للكنيسة ومحب لكل أنشطتها، لمدارس الأحد وللمهرجان، محب للتسبيحة والصلوات. وبعد كده الخدمة بتتعمر وبتنمو بفضل صلوات سيدنا وبفضل توجيهاته. بنشكر برضو وجوده معانا النهاردة في العيد 11 لذكرى الاعتراف بالقديس حبيب جرجس، وبشكر كل أباء الأجلاء اللي تعبوا وشرفونا بمحبتهم وشرفونا بوجودهم. وأستأذنكم باسمكم جميعا نقدم هدية صغيرة لسيدنا المحبوب الأنبس هوفيلوس.
خد اوهو سنذر صاجم بف اون امنفج فيري بخريستو صفتون في فول خنيثمو اوتو هافشين افت شويني في اوهي افشين جيب شويت شابتين يا نمني مستيس اصواب فاين نفجيك اف اسمو ارو اوف شين اف بشوين في اوي نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسول صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية هزيل كان من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها كل الشعوب وكل القطع باركهم السلام الذي من السماوات أنزل على قلوبنا جميعا بل وسلام هذا العمر أنعم به علينا أنعاما الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والمشيرين والجموع مداخلنا ومخارجنا زينهم هم بكل سلام يا ملك السلام أعطنا سلامك لأن كل شيء قد أعطيتنا اقتننا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقوله فلتحيا نفوسنا
بروحك القدوس ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا كل شعب. فنسأل الله الأب ضابطا الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا أي يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب بطريركنا الاب المكرم البابا الانباء تودروس الثاني وشريكه في الخدمه الرسوليه ابينا الاسقف المكرم انبا سوفي كثيرة وأزمنة سالمة مكملين رأسة الكهنوت المقدسة التي ائتمنتم عليها من قبلك كإرادتك المقدسة الطوباوية مفصلين كلمة الحق باستقامة راعيين شعبك بطهارة وبر وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل ما أوضع وصلواتهم التي يصنعونها عنا عن كل شعبا وصلواتنا نحن أيضا عنهم اقبلها إليك على مسبحك المقدس الناطق السماء رائحة بخور فسائر أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون أسحقهم وأذلهم تحت أقدامهم سريعا أما هم فاحفظهم بسلام وعدل في كنيستك المقدسة يا البشر. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها من اجل هذه الكنيسه المقدسه واجتماعاتنا يا رب ان تكون لنا بغير مانع ولا عائق نصنعك مشيئتك المقدسه الطوباويه بيوت صلاه بيوت طهاره بيوت بركه انعم بها لنا يا رب عبيدك الاتين بعدنا الى الابد. قم ايها الرب الاله تفرج جميع اعدائك وليهرم قدامك ونو اسمك القدوس اما شعبك فليكن بركه الوف الوف ربوات ربوات يصنعون ارادتك المقدسه خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق ساول الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء
متجسدا من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاص المنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انتظار نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن بصق من الآب نجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيام الأموات وحياة الدار لا تامي تنجوش تيفول خايت انت أنصار انت نير مول تنبيون خن تبيون سنيو قبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالذور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصانا يسوع المسيح تي او انا كن هيت ابغو اموس المجد لله في الاعلي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصا صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والكبرى الطاهرة الرسولية يا رب مسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلات مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير المات السمية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا تقدموا تقدموا على هذا الرأس كفوا بخوف ورعدة ولا الشر كن زرون انصد
لله القديسة ماريا يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصانع والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا رحمته سلام ذبيحة الرب مع جميعكم ومع روحك ارفعوا قلوبكم نشكر الرب مستحق وعاء نقصيون كزيك اون نقصيون كزيك اون اليس صغار خن اوم اسمي اقصيون كزيك اون ויהיה צ'וב בבני ובשוי סבנות אין תתים אסמי ויהיה צ'וב חגו איני עיני ווהת אוין אורו שעיני ויהיה צ'וב חנת את צ'וס יווהת גושת ג'נת סבאיות ותפסם יונת ונבקהי נמף יום נמניית הנחיתו תירו אפיותם בן שויסו ובן נוטי ובן סדיר סוס בי חרסטוס פייטקסם ובטרפי וולטוס נטו נף אירו נמניית הנסנה ואירו אין ויית המסי ג'ם בי אסרונוס תבף או ואת או שתי אמוב אתן גום נבנס או וכסי מיני הנססי ויית או הירתו נערב انجن انجلوس نمني ارش انجلوس ني ارش ني اكسوسيا ني اسرونوس نمي تشويس ني ايغو ايسانا طولا سيب لبسيتي انسوك غار بيتو هيراتو امبكوتي انجني شروبيم اسمهم ضال نمني سرافيم نابسو انتن ابرهم نسخن اومن ابل انات كارو ابقو ام בוסכומים נשארו בימצא אושתמוב נמני שרפים שתאון אבו שבו לבגוימוס ג'אגיוס אגיוס אגיוס קיריוס סאפאות תס אגי סוזוקסי אגיוס 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 קודוס
قدوس 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 بالحقيقة أي رب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النائم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النائم لم تتركنا عنك أيضا إلى الإنقاذ بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس وتأنس وعلمنا طرق الخلاص ونعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح واجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدس هذا الذي حب خاصة الذين في العالم وبذل ذاته فداء عنا للموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب حقا السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعمالي رحمتك يا مستريون انتيتي مت افسيفيس افسجارت بيو مخيم بكوزموس هاليثوز بستف اوو ابيتشين ويك جنب جيج سواب نطاتشين ياتسوليب ومكاريون ونرفطان خو انا تيجي فاي بخين اوميس مي اوامي اوشيب شويت في هروك في اتفو ونيوت ابني بنتوني فيني طاب شبه مول أفزمو إيرو أفر أجي زينم آمين بستف أمينك أملاه منك ذوق صادق آمين آه
سواب افقوا اموس خذوا كل منه كلكم لنا زواج جسدي الذي يقسم عنكم عن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري هذا هو بالحقيقة هكذا ايضا بعد العشاء خست كأسا مزجتها من عصير الكرمة والماء وشكرا وباركتها وعطاها أيضا لتلاميذ القديسين ورسل أطهار قائلا خذوا واشربوا منها كلكم لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا في أرد في إيبا إرف مي في ايون بخن اومس مي امي اي 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 كل مرتين تاكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي آمين 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 بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا فيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة قيامتهم بين الأموات وصعود للسموات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدا نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك ننصت آمين هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له حقا نؤمن هذك صيدا دما كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا حقا نؤمن ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى الغفران والخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه آمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب
رحمة. نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة يا رب وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصلوا فينا لأنه بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى يا رب الرعاة اثبتهم والذين يرونهم ثبتهم اعطي بهان للإكرينوس نسكا للرهبان والراهبان يا رب ارحم طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء يا رب ارحم وداعة للفضلاء معونة يا رب للمساكين نجاحا للطلبة والطالبات وعملا للمحتاجين يا رب ارحم قوم والذين في الحداثة أدبهم غير المؤمنين ردهم لتنقاد افتراقات الكنيسة يا رب ارحم تعظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى كرياليسون يا رب ارحم انتن نمب شاترن بني بشيف وخنية ثواب انطاق يو توبتن نبسيش نمن نصوم نمن نبنيف ما هنا تنشوب ان اصوم ان اوت نم ابن ما ان اوت تنجي من اوميروس نم اطليروس نم نياثو ابتيرو يطفر لك الجانب اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية صلوا من أجلك سلام كنيسة الله الواحدة الواحد المقدس الجامع الرسولية الأرثوذكسية يا رب ارحم هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وكل العساقف الأرثوذكسيين الذين فيها وأولا نذكر يا رب أبانا الطوباوي المكرم رئيس العساقف بطريركنا البابا أنبت ودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم أنبا سأفيلوس صلى الله من أجل رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس الثاني بابا بطريرك ورئيس عساقفتنا المدينة العظمى الإسكندرية وسائر عساقفتنا الأرثوذكسية شريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا سأفيلوس وسائر عساقفتنا الأرثوذكسيين يا رب يفصلون معهما كلمة الحق باستقامة انعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام آمين اذكر يا رب الآباء القمامصة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة صلوا من أجل القمامسة والقصوص الشمامسة لبزيع كلين وسبعة غمام كنيسة الله يا رب ارحم وكل الخدام
كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. يا رب أنت ارحمنا كلنا معا، ارحمنا يا الله لا تغبطا رب. خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات أباءنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومن نحن هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. يا رب ارحم وساكنين فيها بإيمان إلا تفضل يا رب. أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركة. اطلبوا أن صعد مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويصعدها كمقدارها ويفرع وجه الأرض ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. صدق مقدارك نعمتك فرح وجه الأرض ليروح حرثها وتكسر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي ما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب لك هذه الكربين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه الكربين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا نشترك في تذكار قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبان الأطهار والسلبة والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان.
إيمان. وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق الصابغ والمعمدان والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء وناظر للإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشاهد والبطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسكوروس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا فم الذهب والقديس ثيودوسيوس والقديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غرغوريس الناطق بالإلهيات والقديس غرغوريس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني نمبشوم تشيمي تشميني تفثوتي خنيكي نمبشي تافنتي كوستانتين وبوليس نمبس نمشينتي أفاسوس نمبنيوتن ذكيوس بنشتي أفانتونيوس نمبثني أفابابلي نمبشوم تسوى بافا مكان أرين إمنو شريتيرو إن استفروفو أوروس نم بن يطافا يوانس بغومينوس نم بن يطافا بشوي بيثمي برو من تيليوس بي من ريت انت بن سوتير إن أغا وابانا ببول الطموه وحسقيال تلميذه وسيد إلى أبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقول القديس أنبا موسى ويحنس كما القس وابانا بدانيال القموس وابانا بايس ذوروس القس وابانا ببخوم بالشركه وتدرس تلميذه وابانا بشنود رئيس المتوحدين وانبويص تلميذ وابانا بنوفير وابانا بكراس وابانا ببفنوتيوس وابانا بيوحنا سائح وابانا بصاموئيل المعترف ويسوس وابولو تلميذه وأبانا بإبراهام أسقف الفيوم والجيزة وأبونا القمص ميخائيل البحير المحرقي تلميذ والبطريرك القديس العظيم البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جيرجس وابونا القمص بشوي كامل وابونا الراهب يسطس الانطوني وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء بين البطارقة القديسين الذين رقدوا الربين يحنفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين المجد لك يا رب
يرى لك ما يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نائحهم آمين. كريا ليس أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام الدهور آمين. لكي وبهذا كم أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا نشكر الله ضابط كل ربنا لأنه مخلصنا يسوع المسيح لأنه وجعلنا نقف في هذا الموضع المقدس نرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فنسألنا أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية غير الميتة آمين Stem bek somae soe bek es no fetayo bek es no fetayo te bekhresos en jban tokrator e bshoi seven noti amin amin brose bek sasti kiriene iso طاب نعم تيسو ابني بشويس ابنوتي ببنتو كراتور بيوتن بن شويس وبنوتي ومسوتي ريسوس بخريستوس بيتي بوليتن بفستافروس افيه بسيتي عمين تفتصهم بن يوت عظام نم نفشير يخوني ببرازيسوس ايها السيد الرب الاله ضابطك كل ابو ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليبه نزل الى الجحيم ورد بان ادم وبنيه الى الفردوس كيريه ليسون كيريه
ليسون. ودفنا معه بموت أبط العز الموت وفي ثالث يوم قام من بين الأموات المسيح قام من مجدلين يفصاجين ماس بيري تمكو امو جمات من سين هين شون تنجليلي آسين فيرو في امو وظهر لمريم مجدلية كلمة كذا قائلا اعلمي اخوة يذهبوا قليل هناك يرى وناني كريا ليسون كريا ليسون أون يا رب رحام ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء وضحرج الحجر فمقام رمشر النسوة حاملات الطيب قائلا جاء خريستوس أنستي اكنك رون اليسون صادستي اكنك رون المسيح قام بين الاموات بالموت داس الموت الذين في القبور انعم عليهم بالحياه الابديه وفوق تلاميذ القديسين وصل الاطهار قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطيئهم غفرت لهم من امسكتموها عليهم امسكا كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحام وبعد 40 يوما صعد للسماوات وجلس على يمين نبي الصالح ارسل لنا المعزي مثل سنة نار من اجل هذا نسالك يا سيدنا طهرنا من كل رياء لكي بقلب طار نجرو بدالة بغير خوف ان نصرخ نحو ابيك الذي في السماوات ونقول جابن يوم اني في اوي مارف طوفن جابك را مارس ان جتك مت اورو بيت هناك مارف شوبي ام فريتي خانت في نمهي جنبي قاهي بين اويك انت رستي ميفنان انفو هو قانيت ايرونان ايفول ام فريتي هون انتين كو ايفول اني اتيون انطان ايرو او هو هم بيرنتين وخون ايبي رازموس الله نهمين ايفول حبيبت هو خم بخريستوس يسوس بن تشويس دي ثوق تيتي ميت اورو نمتي قوم نمبي او شائني امين ام بيرستو رب اجتماعاتنا باركها خلصت حقا مع روحك ننزل بخوف الله مين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات القدس المبارك الرب يسوع المسيح من الله القدس الروح القدس امين واحد ولا بالقدوس واحد ولا ابن القدوس واحد والروح القدس ارني باسي
ناسيم اتبنا وماتي سوما جون كمتي من اليسن ونيسو خريسو توتو سيمون امين اقيون تيميون سوما كم اليسن ونيسو خريسو توتو سيمون امين يسوما نباسو فنتا امان ويلبي نوتفاي بيخن ام اسمي امين امين تنات امين 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 وان تعرف النفس الاخير انها زون قاسم وحل زمنك نوحيد ربنا لانا مخلصنا يسوع المسيح أخاس ومسيدتنا ما كانت نقدس الطهرة مريم قال واحد مع الهود بغرق طلعت مزاين وتغير واعترف الاعتراف الحسن مبلغ سمونتي أسلم وعنا خدش من اسمه قدس ورعد أن كلنا بالحقيقة ومن أنه تنفرق نصول حزرة واحدة ولا ترفت عيني وطعنا خلاصا في الخطايا حي أبدي لمن يتناول منه أؤمن 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 هذا وبالحقيقة أمين كل أمين 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 أؤمن أؤمن بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجل مذكرون في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيد الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم واسكن